بسم الله الرحمن الرحيم. كنا آخر مرة اتكلمنا عن representation of groups، وكنا اتكلمنا عن translational motion، وخدنا ال water كمثال، وشرحنا التلاتة translational motions في الاتجاه x y و z، تمام. وكنا كمان اتكلمنا عن rotational motions، وقلنا بعد كده طلعنا عملنا character table، وكنا كمان أخدنا الـ properties of character representation، وخلصنا الخمسة rules طبقناهم على الـ C2V point group، تمام. طبعا اللي فاتوا أي حاجة من اللي احنا شرحناها دي إن شاء الله هحاول ننزل لكم فيديو قبل الامتحان إن شاء الله. الفيديو بتاع النهاردة هيكون شوية سريع بخط الإيد علشان نلحق نخلص الجزء المطلوب إن شاء الله قبل الامتحان. هنتكلم عن الماتريكس notation for geometric transformation. الجزء ده احيانا بيجي عليه سؤال في الامتحان، فلازم تبقوا فاهمين ازاي بيتجاب، علشان مش كل حاجة هتتحفظ لان المنهج كبير ولازم الحاجات دي تتفهم. في المثال ده هتشوفوا ازاي ان الجيومتريك ترانسفورميشن ممكن يبقى لها ماتريكس نوتيشن يعبر عنها. فلو افترضنا ان عندنا الكارتيزيان اكسس، عندنا اكس في الاتجاه ده وواي في الاتجاه التاني وزد طالعة من الشاشة، تمام، وعندنا فيكتور. طبعا احنا عارفين ان الفيكتور هو كولوم ماتريكس، فاي فيكتور نقدر نعبر عنه بمصفوفة اكس واي وزد، تمام. فلو عندنا فيكتور، الفيكتور ده موجود في الاكس واي بلين وبيعمل روتيشن حوالين الزد، يعني الزد ثابته والفيكتور بتاعنا بيدور في الاكس واي بلين. فافترضنا ان الفيكتور في البدايه واقف عند الاكس 1 واي 1 بوزيشن، تمام، وعمل روتيشن وصل للاكس 2 واي 2 بوزيشن، تمام. في الاول الزاوية بين الفيكتور بتاعنا وبين الاكس اكسس كان اسمها الفا، وبعدين لما اتحرك شوية بقى في زاوية هنا جديدة اتكونت اسمها سيتا، تمام، هنرمز لها بالرمز سيتا. اول حاجة هنلاحظها ان اكس 1 بتساوي ار كوزين الفا. يعني ايه اكس 1 بتساوي ار كوزين الفا؟ لو جينا هنا قدامنا واسقطنا عمود من الفيكتور بتاعنا r على الاكس اكسس اللي هي تكافئ انهي نقطه؟ النقطه اكس 1، لان النقطه بتاعتنا متعرفه بالايه؟ بالاكس والواي بتاعتها، فاحنا واقفين عند نقطه اكس 1 واي 1. فالمسقط العمودي هنا هو عند النقطه اكس 1، والمسقط على الواي اكسس المقابل هيكون عند الواي 1، تمام. طبعا هنا المسقط ده عمودي. لو تفتكروا زمان كنا خدنا في المثلث العمودي قوانين الجا والجتا، فجتا الزاوية اللي هو كوزين الفا بتاعتك هيساوي المجاور اللي هو هيكون المجاور للزاوية اللي هو هيكون الاكس 1، المسافة دي كلها هتكون اكس 1 على الوتر، الوتر اللي هو الار الفيكتور بتاعك، تمام، الوتر ده. وبالتالي تقدر من هنا تعرف على طول ان اكس 1 هتساوي ار في كوزين الفا، تمام. يبقى دي اول حاجة انت عرفت جت منين، تمام. طيب واي 1، واي 1 اللي هي المسافة دي اللي هي نفسها ده اللي هي نفسها الطول ده، تمام. فدي واي 1، واي 1 في المثلث القائم الزاوية ده هتكون بتساوي 1 ار ساين الفا. واي 1 هي الجزء ده المساوي للجزء ده، تمام. ففي المثلث القائم الزاوية هيكون واي 1 دي هي المقابل للزاوية الفا بتاعتنا، واحنا عارفين ان قانون الجا اللي هو الساين، ساين الفا هتساوي المقابل على وتر، يعني هتساوي واي 1 على الار، ساين الفا هتساوي واي 1 على ار، يبقى على طول واي 1 هتساوي ار في ساين الفا، تمام كده. طيب دلوقتي الفيكتور اتحرك من البوزيشن ده من اكس 1 واي 1 وجه عند اكس 2 واي 2، هنعمل مسقط من عند النقطة x2 y2 اللي بتمثل مكان الفيكتور الجديد على x axis،
فطبعا دي هتبقى x2 بتاعتنا تمام، وطبعا على الواي اكسس فدي بقت الواي 2 بتاعتنا تمام. اصبح عندنا مثلث جديد قائم الزاويه هنا تمام، الوتر بتاعه هو البوزيشن الجديد بتاع الفيكتور ار بتاعنا، هي ار في البوزيشن الجديد تمام، وادي x2 بتاعتنا وادي y2 بتاعتنا تمام. نبتدي نعرف x2 هتساوي، x2 طبعا هتساوي r كوزين الفا بلس ثيتا، لان ادي المثلث القائم بتاعنا الجديد ده تمام، والزاويه عندنا بقت اصبحت الفا زائد ثيتا مع بعض، الاثنين بقوا هما الزاويه بتاعتنا تمام. فكوزين الزاويه الجديده اللي هي مكونه من الفا زائد ثيتا، الكوزين بتاعها هيساوي x2 على r تمام. نعدل المعادله فتبقى x2 بتساوي r في الكوزين الفا بلس ثيتا زي المره اللي فاتت تمام. نعرف الواي 2 طبعا هتساوي r ساين الفا بلس ثيتا بنفس الطريقه تمام. واصبح عندنا التعريف للr للx1 والy1 والx2 والy2. طبعا انتوا عارفين من قوانين الرياضيات اللي كنتوا درستوها زمان ان كوزين مجموع زاويتين بيساوي كوزين الاولى في كوزين التانية ناقص ساين الاولى في ساين التانية. فنبتدي نفك القوس ده، فنقول x2 هتساوي r في كوزين الفا كوزين ثيتا ماينس ساين الفا ساين ثيتا تمام. نفس الكلام هنبتدي نفك القوس بتاع ساين مجموع زاويتين تمام. ساين مجموع زاويتين هنبتدي نفك الاقواس بتاعت ساين مجموع زاويتين، يبقى y2 بتساوي r ساين ثيتا كوزين الفا زائد كوزين ثيتا ساين الفا تمام. اصبح عندنا ايه؟ اصبح عندنا هنا r لما تتضرب جوه القوس بالنسبه لل x2، r هتدخل تتضرب جوه القوس هتدينا هنا r كوزين الفا كترم اول، r كوزين الفا من المعادله الاولى احنا عارفين انها بتساوي x1، يبقى ال r لما تدخل جوه هتدينا x1 كوزين ثيتا. يبقى هنبتدي نكتب تاني x2 هتساوي x1 اللي هي حاصل ضرب r في كوزين الفا زي ما احنا كده تمام، كوزين ثيتا بقيه المعادله ماينس ال r طبعا برضو هتدخل تتضرب في الترم التاني، r هتتضرب في ساين الفا دي بتدينا y1، يبقى y1 ساين ثيتا واضح. نبتدي نفك الاقواس بتاعه y2، فلما ال r هتدخل تتضرب في الاقواس جوه هتبقى r هتتضرب في ساين ثيتا كوزين الفا، r كوزين الفا هي نفسها r كوزين الفا x1، يبقى ال y2 معادلات اي مجموعه من المعادلات ممكن نحولها لمصفوفات تمام. فاحنا عندنا معادلتين فيهم كذا متغير، فيهم اربع متغيرات x1 y1 واكس2 واي2. هنيجي على الليفت هاند سايد وهنمثله بفيكتور x2 y2 بيساوي مصفوفة، لان لاحظوا ان هنا في حاجات مضروبة في ال x1 وال y1، يعني في حاجات مضروبة في فيكتور x1 و y1. طبعا لما تراجعوا الحاجات اللي في المحاضرة الخاصة ببعض الملاحظات نوتس كده على خواص المصفوفات وازاي ضرب المصفوفات هتفتكروا الحاجات دي تمام. فهنا عندنا مصفوفة مضروبة في فيكتور، عطتنا المعادلات دي، المصفوفة هي عبارة عن ايه؟ اول رو فيها كوزين ثيتا ساين ماينس ساين ثيتا تمام، بتاخده من المعادلة على طول وتكتبه كوزين ثيتا ماينس ساين ثيتا، عشان ده الرو الاول لما اتضرب في العمود ده هيطلع لك الايكويشن الاولى تمام. الرو التاني ساين ثيتا بلس كوزين ثيتا كوزين ثيتا تمام. فانت الايكويشنز اللي فوق انت حولت شكلها الماتريكس تمام. الماتريكس دي بتقولك ان في عندك فيكتور هو x1 y1 اتحول لفيكتور جديد او لبوزيشن جديد هو x2 y2 عن طريق ماتريكس عملت له ترانسفورميشن تمام. فانت هنا فهمت ازاي الجيومتريك ترانسفورميشن اللي هتبتدي تحصل لاي مركب او هتبتدي تتكلم عليها بعد كده، ازاي ان في ماتريكس بتعبر عنها تمام.
ان ال identity بتاعت اي مركب اللي كنا بنرمز لها في السيمتري elements بتاعتنا بالرمز E، اللي انت عارف ان E معناها ان المركب بيفضل على صورته الاصلية سواء بقى يدور حوالين نفسه 360 درجة، يعني ما بيحصلوش اي تغيير. فاذا كان عندك الفيكتور اللي هيمثل النقطة اللي انت عندها بترمز له بالرمز او بتديله X و Y و Z، فانت محتاج ماتريكس تتدرب فيه، ولما تتدرب فيه يفضل زي ما هو، يفضل الاكس والواي والزد بتوعك بدون تغيير. مفيش ماتريكس هتقدر تحقق لك الكلام ده الا اليونت ماتريكس. اليونت ماتريكس بيكون الدياجونال فيها كل واحد، طبعا انت هنا علشان عندك 3 روز، طبعا من خواص الضرب المصفوفات ان لازم يكون عندك ام في ان بتاع المصفوفة، عشان تتضرب في اللي بعدها لازم تكون بعدها ان في ام. تمام، اذا فاتتكم الحاجات دي ان شاء الله هننزل فيديو يكون فيه توضيح ليها. تمام، فاليونت ماتريكس بتاعتك ادي 3 صفوف و3 اعمدة، لازم يكون كله 0 ما عدا الدياجونال، علشان لما تضرب صف في عمود هينتج عندك نفس المصفوفة بتاعتك بدون تغيير. تمام، كذلك لو عندك ريفليكشن سيجما مثلا، السيجما دي اكس واي، فطالما انت عاملها في الاكس واي بلين، سيجما في الاكس واي بلين، فانت مثبت الاكس والواي زي ما هما. تمام، فانت عاوز ادي الفيكتور بتاعك الاكس والواي والزد، وانت عايز مصفوفة لما تضربها فيه تفضل قيمة الاكس وقيمة الواي زي ما هما، والزد بس هي اللي هيحصل لها ريفليكشن، لان لما بتعمل اي ريفليكشن حوالين اكس واي بلين الزد بينعكس اتجاهها. تمام، فانت بالتالي هيكون عندك مصفوفة، هيكون عندك الدياجونال كله هنا في الرو الاولاني 1، وفي الرو التاني 1، وفي الاخر -1، علشان لما يتضرب زد تنتج بسالب زد، والباقي كله هيكون اصفار. تمام، فلما تضرب ضرب مصفوفات عادي صف في عمود هينتج لك فيكتور جديد الاكس فيه زي ما هي والواي زي ما هي، والزد فيه قلبت الاشارة بتاعتها تبقى ماينس زد. فدي مصفوفة بتعبر عن ريفليكشن على الاكس واي بلين. تمام، في مصفوفة ممكن نعبر بيها عن ريفليكشن على الاكس زد بلين، نفس الكلام، عايزين مصفوفة لما هتتضرب في الفيكتور بتاعنا اللي هو اكس واي زد، هيكون مين الثابت ومين المتغير؟ هيكون الاكس والزد ثابتين والواي بس اللي هيحصل لها ريفليكشن. تمام، يعني لازم يطلع علينا الناتج بتاعها ان الاكس والزد زي ما هما، اكس موجب وزد موجب، والواي بدل ما كانت موجب واي هتبقى سالب واي. تمام، مين المصفوفة اللي تقدر تحقق ده؟ هيكون الدياجونال بتاعها شبه اللي فوق بالظبط، لكن الدياجونال بتاعها عند الواي بوزيشن بقى -1، عشان لما نضرب ينتج لنا سالب واي. تمام، والباقي كله هيكون اصفار. تمام، نفس الكلام بالنسبة للسيجما واي زد. تمام، لما نيجي للانفيرجن بوينت مثلا، فالانفيرجن بوينت لما بيكون عندك اكس واي وزد بيتحولوا لاتجاه معاكس كلهم، بيتحولوا لسالب اكس سالب واي سالب زد. اكيد طبعا انت قدرت ازاي تعرف ايه المصفوفة اللي هتحول لك الفيكتور ده للحالة التانية دي، ان لازم هيكون كل الارقام اللي في الدياجونال ماينس 1، ده بالنسبة للانفيرجن بوينت اللي هي اي. تمام، طبعا الكلام ده بشكل عام، لما ناخد الامثله ان شاء الله هنبتدي نشوف ايه الاختلافات اللي هتحصل معانا. تمام، نيجي نشوف مصفوفه مثلا ممكن تمثل تعمل تمثيل للسي ان اكسس اوف روتيشن، هيكون شكلها اكيد اللي احنا لسه اثبتناه من شويه. طبعا احنا لازم ننتبه ان الزد بتاعنا ثابت، احنا كنا قايلين واحنا بنعمل الاثبات ان الدوران حوالين الاكس اكسس فالاكس اكسس طول الروتيشن ثابت ما بتغيرش، اللي بيتغير الواي والاكس بوزيشن، لان الفيكتور بيدور على الاكس واي بلين. تمام، فاحنا هيطلع عندنا المصفوفه شبه تماما اللي احنا عملناها باضافه جزء صغير فيها، يبقى كوزين ثيتا، لو ترجعوا لبدايه الفيديو، ماينس ساين ثيتا، هنا ساين ثيتا كوزين ثيتا، وهنا هيكون طبعا 1 علشان لما يتضرب الدياجونال ده في المصفوفه يطلع لنا زد بدون تغيير. تمام، وبقيه المصفوفه هتكون كلها اصفار، واذا عملتوا الضرب هينتج لكم فعلا مصفوفه
x2 y2 z2 تمام.